كم جوازين؟ قدي بتعرفوا بعض؟ ليلة نكتشف سوا مع ست عرسان جديد. صلنا ست شهور مزوجين، تعرفنا على بعض بالجامعة. كان مروان أشطر مني، كان دايما قالوا يطلع يدرسني بحجة لحتى أشوفه. من بعد 3 سنين خبرتني إنه جاء عريس. قالت لي ماما شو بدنا نقول للعريس؟ قلت لها أكيد لا. ليه لا؟ في حدا؟ قلت لها إيه في حدا. قالت لي مين؟ ما غيره؟ قلت لها إيه ما غيره. كان لازم أعمل شيء. طلبت موعد من بيا. إجا لعنا لحاله، جاب لي كان معه بوكي ورد. وقعد مع أهلتي 4 ساعات. من بعدها قال لي والدها إنه منفكر ومنرد عليه خبر وإن شاء الله خير. بهالثلاث أيام كنت كتير محرقة، كان بدي أعرف جواب من أهلي. بس قالت لي ماما إنه أمشي نروح نشوف فستان، عرفت إنه الجواب كان أوكي، إنه وافقوا، وساعتها هون بلشت قصتنا. أما الكوبل الثاني لليلة فهني بالضيعة بيقولوا عنا روميو وجولييت. علاقتنا بلشت من 15 سنة، كنا سهرانين سوا بليلة راس السنة 96. وكانت كل هذه الفترة العلاقة سرية لأنه أهل لدنا ما كانوا موافقين. أنا كنت دايما أقول له للبابا إنه أنت فيك تمنعني أحكي مع شريف، بس ما فيك تجبرني أتجوز حدا غير شريف. وبعتقد كان بيا معه حق ما يوافق، لأنه لو أنا عندي بنت مثل دنا وبتقدم لها شاب مثلي ما بعطي. وكنا دايما بس نكون ظاهرين إذا حدا من الضيعة شافنا، كانوا أصحابنا يرقدوا ويخبونا. ومن بعد ما تجوزنا صارت قصتنا مضرب مثل لكل اثنين بحبوا بعضهم بالضيعة وأهلهم رفضين. نتعرف سوا على الكوبل الثالث والأخير. صرنا 2.5 سنين مزوجين. تعرفت على ربيع من 10 سنين بالجامعة. كنت كون قاعد بالجامعة بالكافيتيريا، وتكون هي قاعدة على الحفلة وتلولح بإجرائها وتقوم تمشي تكزدير، عجبتني كتير. وفي نهار بعت رفيقه تعرف إذا في حدا بحياتي. ثابت مرة كانت قاعدة بالكافيتيريا وما عنا شيء، طلعت من بعيد لقيت ربيع عم يضحك وجاي يقعد معنا، وهيك قعدنا وحكينا. حكيتها قلت لها أنه تروح نكزدق شوي على المنارة بناخد قهوة أو شيء. قمت قالت لي إيه. أنا ما كان معي سيارة، استعلت سيارة من رفيقي ونزلت أخذتها ونزلنا على البحر. قعدنا شوي على الكورنيش، كان في شوية سقعة. أعطيتها الجاكيت وقمنا عم نكزدق. هلا صرت غني لها على صوت واطي. بنلاقي طريقة إني مش لإيدها. ما كانت تخليني، أنت مشت إيد الجاكيت. بقينا سوا تتخرج ربيع. ومن بعدها فات على الجيش وسافر على الكويت تيشتغل، وبس رجع من الكويت خطبنا وهيك بلشت قصتنا.